نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، أبدأها معكم بأبرز العناوين. عمان تحتضن مباحثات لتمديد الهدنة وفك الحصار عن تعز، ومسؤول حكومي يؤكد للغد المشرق أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة بشأن تحقيق ذلك. وقفات احتجاجية تدعو لفتح الطرقات وفك حصار ميليشيات الحوثي على تعز والمتواصل منذ 8 أعوام. ميليشيات الحوثي تواصل التضييق على المعلمين في مناطق سيطرتها وتحرم أكثر من 2000 معلم من رواتبهم. أهلا بكم. من المتوقع أن يصل وفد الحكومة العاصمة الأردنية عمان تلبية لدعوة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروتنبرغ للمشاركة في مباحثات مباشرة بشأن تمديد الهدنة الأممية وفتح المعابر والطرقات المغلقة. وستركز المباحثات على فتح المعابر والطرقات المغلقة في محافظة تعز وبعض المناطق المحيطة، رابطة بين المحافظات المحررة وغير المحررة، وتمديد عمر الهدنة الإنسانية. وتقطع بذلك ميليشيات الحوثي العديد من معابر وطرقات رئيسية وفرعية في محافظات تعز وباقي المحافظات التي تسيطر عليها، كما هي الحال في محافظات البيضاء والضالع ومارب والجوف والحديدة وغيرها. من جانبه قال وكيل وزارة الإعلام نجيب غلاب في نشرة سابقة أن الحكومة اليمنية تبذل جهودا حثيثة لتمديد الهدنة الأممية وفك الحصار عن تعز. الشرعية تبذل جهود حثيثة مع الأمم المتحدة ومع بقية الدول بما في ذلك التحالف لتمديد الهدنة، ونريد هذه الهدنة أن تكون مسارا واضحا من أجل معالجة كافة الملفات الإنسانية بما في ذلك فك الطرقات التي يعني تسيطر عليها الحوثية وتحاصر تعز وأكثر من محافظة يمنية. هناك أكثر من 16 طريق مقطوعة، والحوثية تفرض عزلة كاملة على كثير من أبناء اليمن وتريد لهذه العزلة أن تستمر. نحن نرى أن الهدنة إحدى المسارات الأساسية. من جهته كشف نبيل الأسدي عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين من سويسرا في نشرة سابقة أيضا بأن وفد ميليشيات الحوثي المغادر إلى الأردن يضم المدعو أبو علي الحاكم، وهو مطلوب دوليا وعليه قضايا وجرائم بحق الشعب اليمني. ضمن وفد الحوثيين الذين غادروا اليوم إلى عمان هو القائد العسكري الميليشياوي أبو علي الحاكم، وهذا شخص مطلوب دوليا وضمن عقوبات الدولية. المفترض بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي اعتقاله فورا بحسب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بأنه أحد معرقلية التسوية وأحد أطراف الصراع المطلوب أمنيا. لكن ما يحدث الآن هو وضعه ضمن، وهو طبعا يقود المخابرات، جهاز المخابرات لدى ميليشيات الحوثي، وهو ربما الفاعل الرئيسي الأول في حصار تعز. نفذ المئات من أهالي مدينة تعز وقفة احتجاجية بحي المطار القديم في المدخل الغربي للمدينة، وطلب المحتجون ميليشيات الحوثي بفك الحصار عن تعز وفتح الطرقات الرئيسية. عند المنفذ الشرقي والغربي ومنذ أسبوع تقريبا، والمدينة تشهد حراكا شعبيا مفتوحا تنديدا بحصار تعز من قبل الميليشيات الحوثية، لا سيما منذ أن تم فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية دون فتح طرقات ومنافذ تعز. نحن مطلبنا الحقيقي، يعني مطلبنا الرئيسي، هو فك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق الرئيسية والمعابر، جميع المعابر والمنافذ المؤدية من وإلى محافظة تعز. أغلب الموجودين هنا في الوقفة هذه منازلهم وأرضهم وماشيهم ومزارعهم هناك ومصالحهم خلف الحصار في مناطق الحوثيين، في منطقة مدرات، في حذران، في مفرق شرعاب، في الدعيسة، في الربيعي، ولكن لا يستطيعون الوصول إليها بسبب الحصار.
المحتجون حذروا من أي التفاف على بنود الهدنة بفتح طرق فرعية لا تؤدي لرفع الحصار عن تعز وفتح الطرقات الرئيسية، معتبرين حصار تعز من أكبر الجرائم ضد الإنسانية، مطالبين المبعوث الأممي بالإسراع بتنفيذ بنود الهدنة الأممية التي تشارف على الانتهاء بفتح الطرق والمنافذ. للعام الثامن على التوالي ونحن نناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بفك الحصار عن هذه المدينة، ويبدو أن أذانهم لا تسمعنا. كل يوم نخرج ونحن نناشدهم إلى متى سيظل الكيل بمكيالين، بينما يفتح مطار صنعاء لقادة الحوثيين للتجول حول العالم، ويفتح ميناء الحديدة لكي يدر عليهم الأموال والدولارات، بينما هذه المدينة التي تعاني إنسانيا الويل والثبور لا يلتفت لها ولا يفتح لها منافذها وطرقها الرئيسية. يرزح أكثر من 4 ملايين إنسان بمحافظة تعز للعام الثامن على التوالي تحت وطأة الحرب والحصار، حرب فاقمت من الحالة الإنسانية في الأوساط، ويطالب هؤلاء المحتجون برفع الحصار عن تعز لدواع إنسانية، لا سيما في ظل انعدام الأمن الغذائي وغياب المنظمات الإغاثية وفي ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية معا. رمز مختار لقناة الغد المشرق تعز. هذا وكما تظاهر العشرات من أبناء من الجالية اليمنية من عدة دول أوروبية أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي بهولندا تنديدا بالحصار المشدد الذي تفرضه ميليشيات الحوثي في تعز. ولبى المتظاهرون دعوات حقوقية وشبابية للتظاهر أمام مقر المحكمة العالمية التي تعد الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة لإيصال رسالة موحدة للعالم عنوانها ارفعوا حصار تعز. وهتف المتظاهرون بشعارات منددة بحصار ميليشيات الحوثي على تعز والمستمر منذ نحو 8 أعوام. أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي قرارا يقضي بدعوة الجمعية الوطنية للمجلس لعقد دورتها 5. وحدد القرار أن يتم عقد الدورة في الفترة من 13 إلى 14 من يونيو في العاصمة عدن. وكما تضمن القرار بتكليف الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية بالتحضير لانعقاد هذه الدورة. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي بالمواقف الوطنية والأدوار النضالية لأبناء محافظة شبوة منذ انطلاق مسيرة الثورة الجنوبية. وخلال لقائه رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة العميد علي أحمد الجبواني، أشار الزبيدي لأن شبوة كانت وستبقى خصيرة الجنوب وعمقه التاريخي والاستراتيجي، مؤكدا أن ما قدمه أبناء شبوة سيبقى محل فخر واعتزاز لكل أبناء الجنوب. وفي سياق آخر، شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي على أهمية تطوير منظومة القضاء واستقلاليته وتفعيل كافة الهيئات القضائية لتؤدي مهامها على أكمل وجه. جاء ذلك خلال لقائه القاضي علي عطبوش المحامي العام الأول، حيث استمع منه إلى مجمل الصعوبات التي تواجه عامل السلطات القضائية والجهود المبذولة لتفعيل أداء الهيئات القضائية بما يكفل حماية الحريات وحقوق الإنسان والحقوق المدنية الخاصة والعامة. أفادت مصادر مطلعة في محافظة صنعاء بحرمان ميليشيات الحوثي قرابة 2000 معلم من نصف راتب يأتي كل بضعة أشهر، ومن مساعدات نقدية صرفتها اليونيسف مرارا لإنقاذ المنظومة التعليمية من الانهيار الكامل في مناطق سيطرة الانقلابيين. ضمن سباقها مع الزمن بجني الأموال بطرق غير قانونية وفي ظاهرة فساد بوزارة التربية والتعليم يتربع على رأسها المدعو يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيات، حرمت سلطة الانقلاب قرابة 2000 معلم من نصف راتب يتقاضاه كل بضعة أشهر، كما حرمت الميليشيات المعلم من مساعدات نقدية صرفتها اليونيسف مرارا لإنقاذ المنظومة التعليمية من الانهيار الكامل في مناطق سيطرة الانقلاب. مصادر مطلعة في صنعاء قالت إن ميليشيا الحوثي اتهمت ذات المعلمين بالانقطاع عن مزاولة التدريس، ثم قامت عبر قيادات في مكتب التربية بالمحافظة بسحب فتات نقدي من مكتب بريد جامعة صنعاء يأتيهم من مستحقاتهم
الموقوفة منذ نحو 6 سنوات، وتحت ذريعة الانقطاع عن العمل يعاني معلمو صنعاء والآلاف غيرهم في محافظات أخرى تابعة للانقلاب من الانتهاك لحقوقهم الوظيفية والمالية، ما بين الفصل من الوظيفة وإحلال بدلاء من عناصر الانقلاب إلى منع أي مستحقات مالية. وضمن الخطوط العريضة التي يتوالى فيها فساد الانقلاب، أحالت ميليشيا الحوثي الإجرامية المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرتها إلى لائحة الفقراء والمساكين أهم مصارف الزكاة والفئات المستحقة لها، لا سيما وقد قفزت بأرقام العائدات الزكوية إلى أرقام قياسية. مصادر خاصة أكدت أن قرابة 80 مليار ريال من حاصلات الزكاة التعسفية العام الماضي ذهبت إلى جيوب قيادات الميليشيات، بينما يتم الإعلان عن إنفاقها في مشاريع وهمية لمساعدة الفقراء واليتامى والمحتاجين والزواج الجماعي وتسديد ديون الغارمين. وتركز هيئة الزكاة التي استخدمتها ميليشيا الحوثي جهودها في الأعمال الدعائية بدلا من الأنشطة التكافلية المنوطة بها، حيث تسلم جزءا مما تجنيه من أموال الزكاة إلى أسر قتلاها وأسراها وجرحى حربها وأشخاص يقاتلون في صفوفها وموالين لها دون الالتفات إلى غيرهم من أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرتها. النشرة مستمرة وتتابعونا فيها. المواطنون يشكرون الإمارات على ما قدمته لتأهيل وتشغيل مستشفى شبوة العام. أهلا بكم من جديد. وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة برفقة والديهما قادمين من محافظة عدن عبر طائرة الأخلاء الطبي الجوي وبمساندة من قوات التحالف العربي. هذا وقدم حذيفة نعمان ولد توأم شكره الجزيل للمملكة حكومة وشعبا لما وجده من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله أرض المملكة، مبديا ثقته الواسعة بالمولى عز وجل ثم بالفريق الطبي السعودي نظرا لخبرته الطويلة في هذا المجال. يقبل المواطنون على مستشفى شبوة العام وسط أجواء تسودها الارتياح من الخدمات المقدمة والإمكانات المتميزة والنموذجية بدعم من مؤسسات الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية. ها هو الحلم يتحول إلى واقع ملموس بافتتاح المرحلة الأولى من هيئة مستشفى شبوة العام بعد الانتهاء من تجهيزه فنيا وطبيا، وبعد جهود كبيرة قامت بها مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وبمتابعة من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. قمنا بزيارة المستشفى الذي فضل الله سبحانه وتعالى ثم دول الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. قمنا اليوم بالزيارة، تم فيها اليوم عمليتين. العملية اللي هي الصعبة اللي هي أعتقد عملية الحوض كانت لم تحدث في محافظة شبوة، اللي كانوا يتم تحويلهم إلى محافظة عدن أو إلى المقلة. فضل الله هو ثم فضل المستشفى هذا عملوا أول عملية الحوض في حادث صار اليوم، فنقدم الشكر والتقدير لمن قام وأشرف على هذا المنجز الصرح العظيم. استقبال المرضى والمواطنين وبدء إجراء العمليات الجراحية على يد الطاقم الطبي بدأ منذ اليوم الأول بعد تحضيرات مكثفة شهدتها الفترة الماضية وسط تثمين المواطنين للدعم الكبير من دولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاز هذا الصرح الطبي النموذجي. منتدشين مستشفى هيئة شبوة العام بدعم المؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، طبعا بدينا أمس باستقبال المرضى واليوم الحمد لله كان إقبال كبير على المرضى. الطاقم الطبي متواجد، بدأت اليوم أجراء العمليات الجراحية للمرضى. طبعا كالمواطن شبواني وكأي مواطن شبواني أصبح أنه الحلم أصبح حقيقة لطالما، وأن حلمنا بهذا أن يتحقق هذا المكسب. نشكر القائمين عليه، نشكر الشركة الهندية ونشكر الإمارات العربية المتحدة على ما قدمته في هذا المستشفى، ونشكر المحافظة ابن الوزير شكرا جزيلا على هذا المستشفى الذي لم نراه أبدا، لم أراه في حياتي بالذات في شبوة، فنشكرهم شكرا جزيلا. دخلنا مريض عنده الحوض فيها كسر، والحمد لله وجدنا الكادر الطبي والكادر الذي يقدر يفعل هذه العمليات بدل ما نروح المكلا ونروح عدن ونروح أي مكان. يعني معنا حالة مرضية دخلنا ما شاء الله، يعني استقبال بحفاوة هو كان يعني إيجابي، كل الأشياء فيه إيجابية، وأن هذا الشيء يعني غريب على شبوة صراحة مثل هذا الشيء، ونشكر القائمين والداعمين لهذا الشيء.
خدمات متميزة لهذا المشروع الأول من نوعه في شبوة التي لطالما عانت سنوات طوال من افتقارها لمقومات البنية الأساسية للقطاع الصحي. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق محافظة شبوة. قالت منظمة الصحة العالمية إنه ليس لديها أدلة على تحور فيروس جدري القردة. وكما أفادت المنظمة أن فيروس جدري القردة مستقر ولا يميل للتحور، وأنه يمكن وقف انتقال العدوى خارج دول تفشي. وهذا ما أكدته وكالة الصحة الأوروبية بأن خطر انتشار جدري القرود على نطاق واسع ضئيل للغاية. وجاءت هذه التصريحات بعد تأكيد وإصابة 92 حالة بالمرض في 12 دولة حول العالم. وإليكم التذكير بأبرز العناوين. عمان تحتضن مباحثات لتمديد الهدنة وفك الحصار عن تعز، ومسؤول حكومي يؤكد للغد المشرق أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة بشأن تحقيق ذلك. وقفات احتجاجية تدعو لفتح الطرقات وفك حصار ميليشيا الحوثي على تعز والمتواصل منذ 8 أعوام. ميليشيا الحوثي تواصل التضييق على المعلمين في مناطق سيطرتها وتحرم أكثر من 2000 معلم من رواتبهم. لمتابعتنا عبر البث المباشر زورونا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالقناة الغد.com، وللمزيد من الأخبار زورونا عبر منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق نبض الإخبار. إلى اللقاء.